السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعين شيوات أم العربي. اليوم غادي نوجدو مع بعضياتنا بروات مالحين بالسمك، كيجيو لذاذ بزاف. لهاد الحشوة ولا هاد البروات ديالنا غادي نحتاجو 500 غرام ديال الصدر ديال لاداند اللي مقطع مربعات صغيرة، هنا 500 غرام ديال الحوت ابيض، اي حوت ابيض كتفضلوا، هنا واحد 300 غرام ديال القيم ديال الكالامار دوائر اللي قطعته هكا صغير، هنا واحد ثلاثة المربعات ديال الشعرية الصينية اللي مرطبة في الماء طايب وصفيتها وقطعتها حتى هي صغيرة. غنحتاجو وحدة خيزوة هكا محكوكة، هنا هذا المكور أو اللي شو حتى هو محكوك بالطول ولا مقطع على الطول، هنا واحد الكوسة ولا جزرة حتى هي محكوكة. غنحتاجو الصلصة الحارة، صوص صوجة، حامضة اللي غنحتاجو العصير ديالها، هنا المعدنوس اللي مقطع، العطرية غنحتاجو معلقة كبيرة ديال العطرية ديال الشاورما، غادي نحتاجو ثلاثة الفصوص ديال الثوم، غنحتاجو شوية البزار، شوية سكينجبير، شويه د الملحه، وهنا غنحتاجو الزبده باش غادي نطيبو. الطريقه غادي ناخد المقله ديالنا، غناخد المقله اللي غندير فيها الزبده، غنخلي هادو هنا على جنب ما نحتاجهمش دابا. اول حاجه غادي نسوطي الخضره، غنطيب الخضره، غناخد هاد الزبده وغادي نديرها، غناخد الزبده ديالي معلقه هنا كبيره، غادي نديرها في المقله، غادي ندير هاد الدوب وغادي نضيف عليها الخضر كامله اللي هي الخيزو والقرعه وليشو، غنضيف معاهم شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار، وغادي نديرهم يتشحروا مزيان حتى يطيبوا غنتلاقاو. هنا كيف كتشوفوا الحشوه ديال الخضار ها هي تشحرات، غناخذ واحد الزليفه وغادي ندير فيها هاد الخضره ديالي بحال هكا في نفس المقله، ما غنغسلهاش، غادي ندير عاوتاني معلقه ديال الزبده غندير واحد المعلقه اخرى ديال الزبده، وغادي ندير فيها لاداند ديالنا بحال هكا، وغنديرو حتى هو يتشحر، وغادي ندير معاه شويه ديال العطريه، غادي نضيف العطريه اللي هي الملحه غير شويه، شويه ديال سكينجبير، معلقه كبيره ديال العطريه ديال السمك، وغندير صوص صوجا. داكشي علاش قلت لكم ما تقويوش الملحه، لان صوص صوجا كنعرفوها مالحه. تقريبا ندير واحد ثلاثه معالق كبار، وغادي ندير عصير ديال نص حامضه، غادي ندي هاد المكونات تشحروا حتى يطيب لينا الصدر ديال لاداند وغادي نطلقوا. هنا الحشوه ديال لاداند ديالنا ملي تشحرات وطابت حتى هي غنزيدها على الخضر، وفي نفس المقله يعني بلا ما نغسلوها غادي ندير معلقه اخرى ديال الزبده، وغادي ندير معاها ثومه، غندير معاها الثوم، والعصير ديال الحامض، وغادي نديها حتى تذوب لينا الزبده وتشحر فيها الثومه، عاد غادي نضيف ليها الحوت الابيض والكالامار. هنا كيف كتشوفوا ذوبت ديك الزبده مع الثومه، خاصها تطلق لينا النسمه ديال هذيك الثوم. دابا غادي نضيف الحوت ديالنا مباشره،
وغادي نخليه على العافيه، والعافيه تكون مجهده شويه في الحوت باش ما يطلق ليناش الماء ديالها. الماء ديالو غادي نخليه يتشحر، وغادي صافي ونطفي عليه، وتا هو نزيدو على الخضر والعدس. الحشوه ديالنا ديال السمك هي هذه، مني تشحرت خاصها ما يبقاش فيها الماء نهائيا، حتى هي غنضيفوها على باقي المقادير بحال هكا. غادي نضيف ليهم الشعريه الصينيه، والشعريه الصينيه ديروا القياس، يعني ما تكونش هي يا غالبه على كيف قلت 3 ديال المربعات. مع هاد المربعات غادي نضيف انا واقيلا هاد الزلافه صغيره، غادي نجيب شي حاجه كبر منها. دابا غادي هاد الحشوه غادي نضيف ليها المعدنوس اللي مقطع، وغادي نضيف الحرور. كنعرفوا الحشوه ديال السمك تتبغي الحرور، والحرور حسب الذوق. انا تعجبني هاد ديال الحوت تكون حاره. وغادي نضيف العصير ديال الحامض، صافي. غادي نخلط هاد المكونات كامله حتى يتمزجوا مع بعضياتهم، ونخلي الحشوه ديالي حتى تبرد مزيان، وغادي نطلقوا باش نعمروا الورقه ديال البسطيله ديالنا. دابا غادي ندوزو من الحشوه ديالنا بردات الورقه ديالي. طبعا راه غادي نحتاجو الورقه باش غادي نعمرو البريوات ديالنا. كناخذ الورقه وكنقسمها على جوج، كتولي عندنا نصف دائره بحال هكا على هاد الشكل. طبعا كما كنقول دائما الجهه الحرشه من الفوق والجهه الملساء من التحت. انا هاد الورقه مازال جديده، يلاه مصيبه، يعني باقا مزيته، ما غاديش ندير فيها الزيت. ملي تكون الورقه ناشفه ديروا الزيت. غادي ناخذ الحشوه ديالي وغادي ندير منها بحال هكا. هادو حيت غنديرهم شويه كبار، وغادي ناخذ هاد النصف الدائره ديال هذا، وغادي نغطي به الحشوه على هاد الشكل. وغادي ناخذ وغادي نبدا نقلب على شكل بريوه، وإلا خرجت لي الحشوه طبعا غادي ندخلها بحال هكا، وغادي نكمل اللف ديال البريوه ديالنا على هذا الشكل. شي حاجه سهله، وهذا اللي شاط ليا غادي نحاول نخشيه هنا. ديال الفران ما تندير فيهم، ما كندهنهم لا بالبيض لا بالطحين. علاش؟ لانه غيطيبوا في الفران. غير هو هاد الجهه اللي كنكونوا خاشين هي اللي كتحط على اللاطا باش ما تحلش لينا. غندير معكم واحده اخرى. نحلوها غير بشويه، دائما الجهه الحرشه الفوق والملساء لتحت. هذه كنشوف فيها ناشفه شويه من هنا، ما فيها باس ندهنها من هاد الطرف. اما الوسط راه باقيه، هي راه باقا جديده. غادي ناخذ الحشوه، هاد الحشوه تتجي لذيذه بزاف. ممكن الا ما بغيتوش ديروهم بريوات، ممكن هذه تجي حشوه بسطيله كبيره. نغطي على هاد الشكل ونبدا نلف على شكل بريوه. طبعا الا خرجت ليا ندخل الحشوه ونبقى نلف على هذا الشكل، والشاط كندخلو. انا غادي نكمل الكميه اللي عندي كامله ديال البريوات، وغادي نطلقها. البريوات ديالنا مني كملتهم في التشكيل، هذا هو الشكل النهائي ديالهم كيف كيجي. دابا غادي نطيب غير شي حاجه قليله باش نوريكم الشكل النهائي ديالها، لكن انا غادي نخبيهم في المجمد بحال هكا. يعني كناخذ هاد جوطابل، يعني هاد سوبيرات جوطابل، وكنبدا نستفهم فيهم بحال هكا. المهم نتوما تقادوهم. وغادي ندير نغلف بالبابي سلفاغيزي.
كيف قلت لكم كندير طبقه وكندير نغلف بالبابي هذا البابي فيلم ولا البلاستيك الغذائي. بحال هكا ونعاود ندير وحدين اخرين على هذا الشكل. صافي نعاود نغطي بالبابي فيلم وغادي نسد وغادي نديرهم في المجمد والوقت اللي بغيتهم كنجبدهم قبل ما بحال دابا قبل ما يأذن الاذان بواحد نص ساعه نكون سخنت انا الفران. نخرجهم على ما نسخن الفران يترخاو هما ندهنهم بالزيت وندخلهم يطيبوا ونقدموهم سخان. صافي ونسد بحال هكا. هذه هي الطريقه ديالي ديال التجميد ديالهم. دابا غادي ناخذ نطيب شي وحدات. غادي ناخذ الزيت وغادي ندهنهم. غادي ناخذ غير الزيت ما كندهنهمش بالزبده اللي كيدخلوا الفران، كندهنهم بالزيت فقط باش تجينا الورقه مقرمشه بحال هكا. صافي وغادي نستفهم في اللاطه اللي غتدخل الفران. بحال هكا انا غادي نكمل وغادي نكمل التغليف ديالي ديالهم في العلب وغادي نطيب الاخرين وغادي نقدمهم لكم بالصحه والراحه. هنا كيف كتشوفوا دهنتهم بالزيت هذوك اللي غادي نقدم لكم وغادي ندخلهم الفران. الفران يكون ساخن على 180 درجه العافيه، كنخليها شاعله من الفوق والتحت غير تحمر لنا الورقه الحشوه راها طيبه وغنقدموهم بالصحه والراحه. البريمات ديالنا بالشعريه الصينيه والحوت ولا داند هذا هو الشكل النهائي ديالهم ملي دخلتهم الفران وطابوا كيجيو على هذا الشكل. وهذه هي الطريقه ديال التجميد ديالهم كيف ما وريتكم. نتمنى الوصفه ديال اليوم طرقكم وتنال الاعجاب ديالكم. غادي نحل لكم وحده من الداخل تشوفوا هذيك الحشوه كيف كتجي وسمعوا الورقه كيف كتجي كروكونت هانتو. نتمنى الوصفه ديال اليوم طرقكم وتنال الاعجاب ديالكم. ولا عجبتكم كيف ديما ما تنساوش ديروا لايك للفيديو واشتركوا بقناتي قناه هوات ام العربي باش دائما توصلوا بكل جديد. دمتم في حفظ الله ورعايته والى وصفه قادمه بحول الله.